ودانا لخط ثاني بالنسبه لي من خلال هاشتاج ملابس بي سي كابتن يوسف. يقول خطوه ستزيد من معدل اللعب الفعلي في مباريات دورينا وستحافظ على اداء المحترفين القادمين، اتتمنى تطبيقها عاجلا من الاتحاد السعودي لكره القدم، وهي تحديد حد اقصى لنسبه الفات اللي تكلم على الدهون كاشتراط لمشاركه اي لاعب كما هو معمول به في الدوريات العالميه كالدوري الاسباني. هل هي معمول فيها في الدوريات الاوروبيه في نسبة محددة للفات؟ بكل صراحة ما بتوقع، لكن ما نعرفش، يمكن الأخ ماجد هو عنده معناها يمكن معلومة أكثر مني. خاطر ما تقدرش أنت تفرض على اللاعبين، يقدر يكون لاعب عنده الفات أعلى لك ويكون أكثر جودة من لاعب اللي ما عندوش فات. فما تقدرش أنت تفرض معناها في ليفل عالي في ليفل محترف اللي باش تحدد معناها اختيارة اللاعبين على الفات بس. فما بتوقعش اللي يمكن هي فكره رائده وفكره جيده، واللي الفرق يلزمها تضغط على اللاعبين نتاعها والمدربين باش يكون نسبه الفات منخفضه، لان الزياده في الوزن تاثر على جوده اللاعب وتاثر على حتى على تعرض اللاعب للاصابات. هي فكره جيده لو كان عندنا مدربين يا كابتن يوسف، كان عندنا مدربين نعم يهتم في الناحيه هذه بالتحديد، وكان التوقيع الحضور عبارة عن قياس وزن وليس توقيع حضور ولا بصمة. يومي ولا أسبوعي؟ يومي، يوميا الوزن ممكن تزيد في يوم على حسب اللاعب، هو حتى يوصل لوزن معين بعد نهاية الموسم، ولما ترجع هذا يصير يوميا الوزن، وفي حال زيادة الوزن يكون في خصم. فأعتقد هذه ممكن ساعدت في كثير من اللاعبين انه يتخلص من بعض المعاناه في الوزن. ها كابتن يوسف، مش مرتبط بالوزن، خاطر لو انت ساعات تزيد في الكتله العضليه بتاعك وانت توزن تحس ان الميزان بتاعك زاد لكن الكتله العضليه كويس. الفات هو بروسس معناها معقد، ما تقدرش تسويه كل يوم لانه يتطلب معناها بروتوكول خاص اللي ياخذ كثير وقت. ما نتصورش اي نادي يقدر كل يوم واي لاعب يكون مؤهل باش يعمل الفات، لكن المتابعه مهمه جدا، لان نسبه الدهون في الجسم معناها تكثر في الاصابات وتقلل من مجهود